أطلق حزب الله عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع للاحتلال الإسرائيلي في الجليل الغربي، ما أدى إلى اندلاع حرائق. بالمقابل قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق نحو 140 صاروخا من لبنان منذ منتصف الليلة الماضية. والمزيد من التفاصيل ننتقل إلى بيروت، حيث تتواجد مراسلة قناة الأخبار مي فرحات. مي، أهلا ومرحبا بك معنا. ماذا استجد بعد يوم شهد غارات على عديد من المناطق؟ أهلا بك فاطمة. سأبدأ من التحذير الأخير الذي تلقاه اللبنانيون منذ دقائق قليلة من الجيش الإسرائيلي، الذي أعلن أنه سيقوم الليلة بقصف موسع لعدد من المباني المالية التابعة لحزب الله، وتحديدا قرض الحسن، وهي مؤسسات مالية معروفة بأنها تابعة لحزب الله ولها عدة فروع في بيروت وفي عدد كبير من المناطق اللبنانية. بعد أن كان الهدوء عاد بعد ظهر اليوم إلى الضاحية الجنوبية لبيروت التي عادت إلى دائرة الاستهدافات الإسرائيلية منذ بعد ظهر أمس، يبدو أن الليلة ستكون قاسية بحسب تحذيرات الجيش الإسرائيلي، الذي طلب من اللبنانيون المتواجدون بالقرب من أي منشأة مالية تابعة لحزب الله الابتعاد نحو 500 متر وأكثر. هذا التحذير طبعا يدل إلى أن الليلة على ما يبدو ستكون قاسية وموسعة من حيث القصف الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، وهذه طبعا خطوة جديدة من الاعتداءات الإسرائيلية على الركيزة المالية لحزب الله. وهذا طبعا يدل على ما كنا نقوله، أن الجيش الإسرائيلي لا يريد فقط إنهاء حزب الله وإنهاء قدراته العسكرية، بل يبدو هناك هدف أوسع من ذلك، فيما استمرت طبعا حدة الاشتباكات وبوتيرة ساخنة جدا في الجنوب اللبناني، وخاصة على المناطق الحدودية التي يحاول من خلالها الجيش الإسرائيلي الدخول والتوغل أكثر إلى داخل الأراضي الجنوبية. نعم مي فرحات، مراسلة قناة الأخبار، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت.